فعلا يعني يبقى في تطور في الكرة المصرية تحديدا. نتمنى ذلك عشان هيبقى ليه انعكاس على المنتخب. وبما ان احنا بنتكلم على المنتخب، الشهر الجاي هيكون في كمان معسكر للمنتخب، واتحاد الكرة كان حدد تحديدا مع كابتن حسام حسن طبعا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر موعد المعسكر استعدادا بقى للمشاركة في دورة، هنا بنتكلم الامارات الودية، واللي هتقام زي ما كنت بقول لحضراتكم في مارس المقبل. طيب انطلاق المعسكر هيكون من 18 مارس اللي جاي، ودورة الإمارات الودية هتكون في الفترة من 22 ل 26 مارس. هتضم بطولة الإمارات الودية أربع دول، طبعا هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلند. حابة برضو أفكر حضراتكم بحاجة، بكرة وده خبر او حدث هيكون طبعا مهم جدا للصحافه، هيكون موعد تقديم المدير الفني الجديد لوسائل الاعلام، واللي هيعلن فيه بقى تفاصيل مهمه اكيد هنتابعها، اكيد هنناقشها، اكيد هنعلق عليها يعني معاكم في الحلقات الجايه احنا وغيرنا. بس اهم حاجه هنرجع نقول تاني وهتكلم هنا عن نفسنا، احنا داعمين، داعمين لكابتن حسام حسن، مش داعمين لشخصه، داعمين للمركز اللي هو والمسؤولية اللي هو دلوقتي بيشغلها، داعمين لأي مدير فني محلي في الفترة اللي احنا فيها دي. فهي دي النقطة، فنتمنى كل التوفيق ونتمنى نشوف جديد مع المنتخب.